السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع المدرسة الشريرة الألعاب الجديدة المودات الجديدة اللي فتحت. يلا بينا بسرعة نخش، وصلوا على النبي وخليكم على مذهبي. يلا بينا نخش ومع المدرسة الشريرة يا جماعة، ونخش على غرفة العدد والأدوات اللي كلنا عارفينها واللي دايما بنلاقي فيها حاجات جديدة. يلا بينا بسرعة يا جدعان. فين 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 سايب لنا حاجة جديدة هنا؟ ده بيبقى موجود، والجيركن كمان موجود، في هنا مغناطيس موجود جديد، اكيد هو اللي تبعنا. تعالوا بينا بسرعة، خلي بالنا شوية من الفخ اللي على الارض ده يا جماعة، ويصلوا على النبي وخليكوا على مذهبي. وتعالى بقى، الله عليك الله عليك يا حبيب والديك. يلا حبيبي يلا حبيبي، هنخش بقى من هنا بسرعة بسرعة بسرعة. اوبننج نو، لا لا لا، تعال نرجع تاني بسرعه، نرجع. يلا 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 يا جدعان، بسرعه 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 بسرعه، نطلع السلم يا جدعان ونخش على تعالوا بقى يا جماعه، نطلع بسرعه ونخش على الغرفه اللي فيها المكتب، نشوف فيها حاجه جديده. صلوا على النبي وخليكم على مذهبي صلى الله عليه وسلم. نخش بسرعه يا جماعه، يا ترى هنا في حاجة جديدة على المكتب؟ في كرسي يا جماعة، وتعالوا ناخد الكرسي، في حاجة جديدة اهي. يلا بينا بسرعة المكتب، هنا في حاجة جديدة، اللاب معروف، الله عدسة كمان، اللي كمان عدسة اللي ممكن نقدر نكبر بيها أي حاجة ونشوف بيها أي حاجة. خش بسرعة 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 بسرعة، يلا بينا نروح مارينا. نخش بقى، أنا كده في الدور التاني على فكرة يا جماعة، أنا حافظ كل غرفة غرفة وفيها إيه بالظبط. تعالوا بالظبط، ايه الغرفة الجديدة اللي محطوط عليها علامة مميزة؟ زي ما انتم شايفين في غرفة عليها صورة لمسيس تي. ايه دي شبه دراكولا، هنخشها بسرعة. طرف هنا بقى هنعمل ايه؟ ما هي دي الغرفة المميزة، بقى هي دي اكيد الغرفة المطلوبة. بيقول دلوقتي دور على الحبل، وكمان هنشوف هنعمل ايه. اكيد الكرسي ليه معانا لازمة، نعمل ايه؟ ممكن نحطه يا جماعة جنب الدولاب ده، نحطه ليه جنب الدولاب؟ مش عارف، تعالوا نحطه وخلاص. يلا بقى تعالوا ندور هنا كده ولا هنا على حاجة تنفعنا في المقلب بتاعنا. يلا بينا يلا يا جدعان. صحيح، نحطين الكرسي، يبقى هنطلع فوق الكرسي. في حبل فوق اهو، الله عليك، حلو الكلام يا زميلي. يلا بينا بسرعة يا جدعان. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بينا بسرعة، يلا يلا يلا. وانا دلوقتي خدت العدسة، يا ترى هعمل ايه بالعدسة بقى والحبل ده؟ هنعمل ايه؟ ممكن يا جماعة يا جماعة ممكن يا جماعة نكون بنربط العدسة بالحبل عشان لما نوصلها للشمس وتجمع لنا الإشعة ونعمل نار عشان تحرقها، بالتالي نبقى ماسكين العدسة من الحبل فايدينا ما تتلسعش. تعالوا نجرب ونشوف يا جماعة، نشوف ايه رأيكم. تعالوا الاول نرمي الحبل طيب على الارض ونشوف يا جماعة ايه اللي هيتم. احنا عايزين نربط دلوقتي العدسة بالحبل، خليكم معايا قولوا ايايا. ايوه ما ينفعش. طب تعال نرمي العدسه الاول، يمكن لعل وعسى. يلا بينا يا جدعان، نرمي العدسه، ايوه، وكمان نحط عليها الحبل. فعلا بقى ولا ايه؟ نفعت معانا دلوقتي، والعدسه بقت زي ما انا ما قلت لكم يا جماعه، العدسه بقت مربوطه بالحبل، نقدر نمسكها قدام الشمس. ويلا بينا بسرعه. ده هنا الحمام، نخش ناخد حاجه من هنا، هات الشامبو دوت ياض عشان نزحلقها. يلا 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 بينا بسرعه نزحلقها. نخش بقى نختصر الطريق وننزل من هنا على حمام السباحه على طول، بس ربنا يستر وما تتكسرش رقبتنا، ما حدش يعمل زي كده يا جماعه وينط من فوق علشان ما يتعورش يا جدعان. يلا بينا نط بقى، يلا عايز انط بحذر برضه. والله بص انا ماشي على حرف الياء، عارف انا ماشي على الحيطه، سبايدر مان انا ولا ايه؟ يلا بسرعة 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 بسرعة، يلا من هنا مش نافع. طب خش من خبر ابيض بوري قل، مش مشكلة، بس هنكمل المقلب للآخر. ويلا يا جماعة، ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ ان احنا نوصل للشمس. الشمس جاية فين وجاية منين؟ وتعالوا تشوف الشمس يا جماعة. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ هنشوف مع بعضينا. تعالوا
انا على ما اعتقد كده ان احنا محتاجين بيقول لي دور على السلم. بيقول لي تعال نشوف السلم هنا اكيد بره بقى هنا ولا هنا بتحطه بقى بنت اللذينة او فتحت في سبير السلم بير السلم. اهو السلم اهو تعالوا بينا بقى بسرعة ناخده نروح بيه فين تعالوا نروح نخرج بيه بره بقى خالص راية دماغي يلا يا جدعان تعالوا بسرعة صلوا على النبي وكده معانا حاجات كتير انا مش عارف هنعمل بيها ايه بس تعالوا امشي السلم تقيل يا جدعان تعالوا هنا عند الشجرة دي يمكن يتحط يلا يلا بينا حطوا بسرعة 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 يا حبيبي مش عايز يتحط بلا سلم بلا وجع قلب بقى ولا اقول لك تعالى 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 يا راجل يا جدعان هنعمل في السلم ده يا جدعان حد يقول لي حد يقول لي يا جدعان هنعمل في السلم ده قض عليك بيقول لي حطه هنا هو باين ايوه حط يا علي اطلع بسرعه 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 صل على النبي وناخد بقى العدسه ونجيب شمس الشمس الحارقه يا ترى هنا هيديني اي حاجه حمراء ايوه شمال يمين مفيش حاجه اديني النقطه الحمراء ابوس ايدك يلا يا غدا اديني النقطه الحمراء الله عليك يا دي الله عليك الباب اتقفل من قوة تجميع حرارة الشمس في العدسة السحرية هنعمل ايه دلوقتي احنا قفلنا الباب قفلنا الباب يا زميلي هنعمل ايه ننزل ايوه يلا بسرعة 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 ناخد ايوه كده نرمي المغناطيس هنا علشان انا عايز افتفته بقى عشان تتكسر يبقى حديد بقى ويا ترى احنا هنعمل ايه بقى تعالوا ناخد العدسة تاني كده يا جدعان نحطها هنا طب الشمس هنا كده ولا هنا مش نافع لا طب هنعمل ايه مش عارف يا جدعان حد يقول لي صلى على النبي هنعمل ايه بالعدسة دي طب تعالى نطلع السلم تاني تعالوا بسرعة 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 الولية المجنونة جاية يلا يا جدعان ايوه صحيح اهو حطيت العدسة اتعلقت في الباب وجمعت الشمس على مدتت بالحرارة المغناطيس وكسرته ال 100 حتة وحولته باين لكنابل ولا ايه تعالوا بقى يلا نحط الشامبو على الارض عشان اول ما تخرج تاكل مقلب يبقى احنا كده عملنا فيها فخين وبيقول لي اجري ران اواي بيفور ميسيستي كامينج كامز يلا كامز اجري يا جدعان يا ست انت يا ست انت يا ست الشمس اهي شفتوا الشمس يا جدعان فوق ساعدتنا في احلى مقلب واحلى طريقه ونقفل الباب بسرعه ونتفرج عليها ويا سلام عليكي يا سلام سلم على حلاوتك وانت بتتكلمي معانا في المقلب اوه يا ترى هيحصل لها ايه هنشوف مع بعض ويلا بينا نروح على مارينا ومع ميسيس تي واحلى مقلب وبالسلامه واحلى هدر فعلا الشامبو نفعنا ويا خبر ابيض دي كانت هدر على دماغها وقعت انا اسف يا ميسيس تي انا شرير بس مش للدرجه دي مش زيك بقى انت بقى ست الشريريرين الله عليك وايه الحلاوه والجمال دوت وما تنساش اللايك وما تنساش الاشتراك في القناه ما تنساش الاشتراك في القناه علشان يوصل لك مني كل جديد وهنلعب كل يوم لعبه جديده مع بعض يا جماعه واحلى مقلب مع ميسيس تي ودمتم بكل خير ومع السلامه.